نخرج بارك علينا ندخل 21 ونكونوا خدامين ونطمئنين مع وليداتنا، هادشي اللي كنتمناو. اش تقولي 2021 الا بغيتي توجهي لها شي رساله اش تقولي لها؟ تكون علينا بخير وعلى خير، هادشي اللي كنتمنى انا، هذا هو النظريه ديالي. و 2020 الله يجعل البركه، صافي سيري بحالك بهذا المعنى. وكنتمنى من 21 تدخل علينا بالصحه والرزيق لوليداتنا ونخدموا ونعيشوا بخير، هادشي اللي كنتمناو، ما كنتمناو حتى شي حاجه اخرى، وهاد الوفاء يترفع علينا. اش غنقول لها حبيبتي؟ الله يخرجها علينا بالصحه والسلامه. خرج علينا راه تعذبنا وتكرفصنا والله يفكنا بينه وبينه وتمشي بحال علينا هادشي ما كان. و 2021 اللي غتدخل باش تقولي لها؟ والله اش غنقول لك دخل علينا ببركه مسعود هادشي ما نقول احنا. الله يخرجها بسلام والله يدخل 21 حيد عنا هذا البلاء وهذا الوباء وان شاء الله كاع اللي كيتمنى شي حاجه في 21 الله يعطيها لي الله يحققها لي. دوزات علينا العذاب تعذبنا وتكرفصنا الله يبعدها علينا خلاص. واش تقولي 2021؟ الله يدخل علينا بالصحة والسلامة وعندك تكوني بحال 20. لا الزيرو ديما تيكون خير. 21 بغينا تكون بالخير والخمير إن شاء الله على جميع المسلمين كاملين. نوجه رسالة ل 2020 تخرج خلاص. ودخل 21 علينا بالصحة والسلامة. تقولي 2021؟ تنقول لها دخل بالهنا ودخل بلا مرض بلا حتى شي حاجة باش نكونوا مستقرين في حياتنا. وتجري ل 20 جري وحدة. نطلب الله يهز علينا هذا الوباء ان شاء الله ويرجع الماء لمجاريها. واش بغيت تقولي 2020؟ 2020 بالسلامه عليها. 2021 مرحبا بها تجي ان شاء الله بالشفاء، نتشافى المغرب كله وترجع الماء لمجاريها.